بتعملي ايه؟ الحتة دي ما كانش بيراعيها غير عمراتي، قلت اما اخد بالي منها شوية لغاية ما تجيب حد بديل. ده بنتي عسل. معقول واخدة بالك من كل حاجة كده حتى الزرع؟ والله ما عارف اعمل ايه من غيرك يا ملك لما تسافري لندن. ما تقفرش، عادي يعني، هتعيش انت ودعاء وهتنسى. سلوفين، بقول لك ايه؟ انا عايزة اقول لك على حاجة بس مش عايزة تضايقك. ايه؟ قول له دعاء تبطل حركتها شوية اليومين دول. احنا ما بقناش في ظروف تسمح بالكلام ده. خليها تأجلها شوية لغاية اما نفوق حد. مالك صدقني دعاء بتحبك. المهم طيب انت حددتي ميعاد السفر؟ لسه. احتمال الاسبوع اللي جاي. انا لعلمك عايزه اسافر بسرعه عشان ماما، مش عشان اي حاجه تانية. هي اللي محتاجه السفريه دي اكتر مني. عايزه ابعدها عن الفيلا والذكريات وكل الجو الكئيب ده. معاكي حق طبعا. ربنا يكون في عونها اللي شافته مش قليل. انا عايزك تعدي عليها قبل ما تمشي. كلمها في اي حاجه عشان هي ما خرجتش النهارده من الاوضه. حاضر. بقول لك لما تيجي معانا نطلع لها سوا. انا طلعت لها النهارده، انا عارفه ان دخلتك انت عليها هتفرق معايا يا مازن. حاول تبقى جنبها شويه اليومين دول، هي محتاجانا. حاضر. مش عشق بس اللي كانت بتخدعك يا دكتور، ملك كمان كانت بتخدعك. ملك كانت دايما متعاونه معايا، عايزه تخلص من عشق. ما هي دي الخدعه، لكن انا لما قعدت فكرت لقيت ان عشق وملك كانوا بيتقسموا الادوار بينهم. اللي بتقوليه ده ما يخشش العقل. المفروض ان عشق دي محاوله من ملك لتعويض غياب اختها اللي بتحتاج لها لما تكون في موقف صعبه مش عارف تتصرف فيه. سامع انت بتقول ايه؟ معنى كده ان العلاقه بينهم علاقه تعاون مش علاقه خصومه. زي اي اتنين قاعدين في شقه واحده، ممكن يكون بينهم مشاكل لكن في بينهم كمان تعاون، والا واحد فيهم هيطفش التاني. تفتكري ممكن اصدق الكلام الفارغ اللي انت بتقوليه ده؟ انا مش عايزاك تصدق، انا عايزاك تتاكد. شوف وانت تعرف بنفسك. مش هشوف حاجه. انت بتقولي اهي الكلام عشان تطلع ابوكي من السجن. بابا خرج، ماما هي اللي اعترفت عشان تنجي بابا. صدقت الكلام اللي ملك قالته وان بابا عارف. الحكايه طلعت صح، والا امك ما كانتش اعترفت. نصها صح. اه كان في علاقه بين ماما والدكتور عاصم، بس بابا ما يعرفش اي حاجه عنها. مش مصدق ولا كلمة من اللي انت بتقوليها دي. بعد اذنك. طب استنى، واجه ملك وانت تعرف الحقيقة. اسألها. أنا أعمل نفسي ما سمعتش حاجة وما قابلتكيش أساسا. يعني أنت تفضل إنك تعيش عنها ولا تعرف الحقيقة؟ لا، ما أحسن بكتير في الحالة دي. الأهم من ده كله، هتعمل إيه يا هشام؟ ولا حاجة، مش هعمل حاجة خالص. بالبساطة دي؟ يعني تبقى عارف ان هي اللي قاتله وفي واحد بريء هيتشني مكانها وتقعد كده وما تعملش حاجه؟ انا دكتور مش جاي تنفيذ قانون. طب وضميرك؟ اعتقد ان الدكتور عاصم كان صاحبه. القانون بيمنعني اقول اسرار المريض بتاعي، لو حصل ورحت وقلت هتشطب من النقابه. ياه، هو ده كل اللي همك؟ مستقبلك ومهنتك؟ هو ده الموضوع بالنسبه لك؟ قانون حمايه حقوق المريض ميثاق دولي بيتطبق في مصر زي امريكا. طب والحق والعدل مكانهم فين عندك يا دكتور؟ على فكرة أنا مستغربك جدا يا نغيم. طول عمري بقول عليك شخصية مش عاطفية، والمنطق والعقل هما اللي بيحكموا تصرفاتك، وده اللي خلاكي سبتيني وسافرتي أمريكا. واضح إنك فهمتني غلط يا دكتور، أنا سافرت لأني عمري ما كنت مطمنة لك، ولا حسستني بالأمان، علشان كده سافرت، ودلوقتي أهو بتثبت لي إن أنا كنت صح. كلامك فيه إهانة ما قبلهاش. ولا إهانة ولا حاجة يا دكتور، ما هي واضحة هي زي الشمس. ما تضطرنيش أقول لك يا دكتور. غير ما تقول يا دكتور، أنا ماشية قبل ما تقولها.